السادسة مساء بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. مرحبا بك فيروز. أهلا بك يا خالد، أهلا بكم. والبداية دائما بأبرز العناوين. أنباء عن إطار جديد لاتفاق الهدنة في غزة بعد مفاوضات باريس مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. اليمن يدعو المجتمع الدولي لسرعة التعامل مع أزمة السفينة روبيمار لمنع تسرب مواد خطرة في البحر الأحمر. أوكرانيا توقع اتفاقيات أمنية ثنائية منفصلة مع إيطاليا وكندا في ذكرى اندلاع الحرب مع روسيا. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفد إسرائيل المشارك في مفاوضات باريس عاد إلى تل أبيب، وسط تقارير بأن إسرائيل تلقت رسائل من الوسطاء تفيد بأن حماس معنية بتقدم المفاوضات. هذا وذكرت رسائل وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الاجتماع قد خرج بمقترح جديد ومحدث بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين، كما أضافت أن التقدم في مفاوضات باريس قد يسمح بالانتقال إلى مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين. المزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. إذن دانا أرحب بك في البداية، يعني كيف جرى الحديث في الأروقة السياسية لدولة الاحتلال بعد عودة الوفد المشارك في اجتماعات باريس؟ نعم، بعد التحية فيروز، نتحدث أن اليوم السبت ذلك المصادر والتصريحات الرسمية الإسرائيلية عادة ما تكون شحيحة، ولكن كل ما يتم نقله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت عن نقلا عن مصادر إسرائيلية لربما شاركت في هذه المباحثات التي جرت في باريس، وعلى رأسها كان رئيس الموساد الإسرائيلي. هنالك إجماع من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى رأسها القناة 12 العبرية وموقع ولا الإسرائيلي وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، تحدثت عن إيجابية حذرة في إعلان إطار تفاهم جديد أو وضع خطوط عريضة للعديد من النقاط فيما يتعلق في التوصل إلى اتفاق أو هدنة إنسانية. موقع أكسيوس الأمريكي كان قد نقل عن مصدرين إسرائيليين دون التعريف بأسمائهما القول بأن هنالك بعض النقاط التي تم وضع إطار تفاهم إليها فيما يتعلق في أعداد ونوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل المحتجزين لدى فصائل المقاومه الفلسطينيه. كان هنالك تعنت من قبل الجانب الاسرائيلي بان كل محتجز اسرائيلي سيقابل الافراج عن 3 من الفلسطينيين كما حدث في الوقف النار الاول او التهدئه الاولى، ولكن كان هنالك طلبات جديده لحماس، وهذه وسائل الاعلام تنقل ان هنالك ليونه في الموقف الاسرائيلي خاصه فيما يتعلق في اعداد الاسرى الذي سيفرج عنهم، والتقديرات تقول أن مئات الأسرى الفلسطينيين سيتم الإفراج عنهم مقابل 40 محتجز إسرائيلي يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لهذه الأدنى التي قد تستمر إلى 6 أسابيع في مرحلتها الأولى. بعض النقاط المفصلية أيضا التي تحدث عنها هذا الوفد تمثل متطلبات حماس الجديدة تتعلق في انسحاب القوات أو إعادة توزيع انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإسرائيل تتعنت من موقفها بأنه لا وقف إطلاق نار كلي
بعد انتهاء الهدنة، ولكن حماس لربما كان هنالك في موقفها بعض من الليونة بعد الحديث عن الطلب من الوسطاء بأن يكون هنالك انسحاب للقوات من مراكز المدن حتى يتمكن النازحون من العودة من جنوب القطاع إلى الشمال دون الانسحاب الكلي. ولربما هذه نقطة أيضا تم الاتفاق عليها في الإطار التفاهمي في مباحثات باريس. كذلك الحال الحديث عن المساعدات والإغاثات الإنسانية، تم الاتفاق على هذه النقطة فيما يتعلق بإدخال مزيد من المساعدات والإغاثات الإنسانية، خاصة ضمان وصولها إلى مناطق الشمال شمال قطاع غزة. نتحدث أن الليلة سيلتئم الكابينيت لمناقشة هذا الموضوع، وسيكون هنالك تقريرا أمنيا يقدم من رئيس الموساد والوفد المشارك لحيثيات هذه التفاوضات التي جرت هناك. وأيضا مسؤولون أمريكيون يتحدثون بأنه إذا كان هنالك موافقة من هذا الكابينيت على الخطوات الأولى للإطار التفاهمي والخطوط العريضة هذه، سيتم الترتيب لاجتماعات أخرى تنهي وتنتهي المطاف فيها بإعلان صفقة تبادل جديدة أو هدنة إنسانية جديدة خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، وبأن يتم تنفيذها فعليا خوفا من تزايد رقعة الجبهات خاصة مع استمرار العدوان. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن استمرار هذه التهدئة أو عودة الهدوء إلى الجنوب إلى قطاع غزة سيضمن الهدوء في الحدود الشمالية، أي هذه الجبهة مع حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان، وبأن هذا سيضمن لربما إعادة إعادة الإسرائيليين الذين تم إجلائهم من المستوطنات في الحدود الشمالية. فيروز، شكرا جزيلا لك مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، كنت معي مباشرة من القدس المحتلة، شكرا لك. شددت مصر وإريتريا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع. جاء هذا في المباحثات التي جرت لدى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري أسياس أفورجي في القاهرة، ودعا الجانبان إلى إطلاق مصارح للدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة. كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، وأكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف. أفاد مراسلنا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور الأردن غدا، حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وذكر مراسلنا أن الزيارة تأتي في ظل الأزمة الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29,606 شهداء، بالإضافة إلى 69,737 مصابا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي. هذا كما أفادت الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح الفلسطينية. هذا وشنت طائرات الاحتلال ومدفعياته عددا من الغارات على منازل الأهالي في قطاع غزة. وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال شن غارة على مخيم المغازي وسط القطاع، كما نفذت زوارق الاحتلال قصفا استهدف الشريط الساحلي لمدينة غزة، ونفذ
طيران الاحتلال أحزمة نارية شرق خان يونس جنوب القطاع. هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية قصف تجمعات لجنود وآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع وإلحاق إصابات مباشرة بها. هذا كما أشارت الفصائل إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم جنوبي حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أكدت أنها قصفت تجمعات عسكرية لقوات الاحتلال وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح داخل منازل في جنوب حي الزيتون. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 ضباط وجنود خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وبحسب آخر حصيلة نشرها جيش الاحتلال، بلغ عدد القتلى بين صفوفه 576 منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما أصيب 2955 آخرون. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك تصريحاته بشأن وجود شكاوى من قبل الجنود الإسرائيليين تتعلق بتعطل المعدات العسكرية خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. هذا وأضاف بريك أن عشرات الدبابات التابعة للجيش ما زالت عارقة بقطاع غزة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع، مؤكدا وجود فوضى عارمة داخل أروقة جيش الاحتلال لا يتم ذكرها بوسائل الإعلام. تقرير جديد أصدرته منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت خلاله بوقف عملية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال خبراء أمميون إن نقل الأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل من أجل استخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لا سيما بعد تحذير محكمة العدل الدولية من خطر حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة. انتهاكات وقتل ودمار نحو 5 أشهر مرت على قطاع غزة كسنوات من الجحيم، الأمر الذي أفقد المدينة الفلسطينية المنكوبة كافة مقومات الحياة لتتشح بالسواد الممزوج بصرخات الخوف من الدمار الذي ألحقته آلة الحرب العسكرية بالقطاع لتحوله إلى بؤرة من الموت والخراب. ففي قوانين العدو الذي يغذيه الموت أضحت غزة وسيلة لتنفيس جنوده عن أفكارهم الشيطانية وكأنها حقل حربي لتجاربهم القاتلة ولاستخدام ترسانة الأسلحة التي تستقبلها إسرائيل من الغرب بلا رقيب أو حسيب، وهو ما دفع خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى المطالبة صراحة بالوقف الفوري لعملية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن نقل تلك الأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي. الخبراء الأمميون دعوا جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح وفقا لما تقتضيه اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي. تجديدات الخبراء الأمميين صدمت كافة التصريحات الغربية بشأن عدم معرفة إسرائيل مسبقا بالحرب الحالية أو نيتها لاستخدامها. الخبراء الأمميون تدرجوا في تقريرهم إلى قرار محكمة العدل الدولية والتي أكدت خطر حدوث إبادة جماعية في غزة، وبالإشارة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإنه على كافة الأطراف الموقعين عليها الالتزام بمبادئ عدم الإسهام في تدهور الأوضاع ومنع تصدير الأسلحة للطرف المسؤول عن ذلك الخطر، الأمر الذي لم تلتزم به كبرى الدول الغربية، إذ قدمت الولايات المتحدة وحدها 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل، تليها ألمانيا بنحو 23.9%، ثم إيطاليا ب 5.9% وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. خروقات غربية ومجازر إسرائيلية تحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ضد قطاع غزة ومدنيه، فبينما تودع غزة الحياة
على الجانب الآخر ما زال الغرب يساعد تل أبيب في جرائمه. طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا وأصدر الجيش تقريرا يحذر فيه من استمرار إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب. واستند التقرير خلال رصده لانتهاكات جيش الاحتلال على غارات جوية تم شنها على مخيمي جباليا واليرموك، ما أدى لاستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، ذلك دون إنذار مسبق أو تحذير لإخلاء المنازل. أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أكد أن 3 مستشفيات فقط تعمل بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ولا تتمكن حاليا من تقديم الرعاية الصحية في ظل النقص التام للمستلزمات الطبية. وأشار القدرة إلى التكدس الكبير داخل مستشفيات رفح الفلسطينية بالمصابين والمرضى، وذلك بعد خروج 32 مستشفى بالقطاع عن الخدمة، مؤكدا أن هناك أكثر من 1,000,000 شخص يعانون من سوء التغذية بقطاع غزة. كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 63% من الأسر الفلسطينية بقطاع غزة التي تعولها نساء تعاني من انعدام الأمن الغذائي. هذا وفي بيان له حذر البرنامج من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمواد الغذائية السيئة تسببان مشاكل غذائية وصحية متداخلة لا سيما عند الأطفال. معدلة الإصابة بسوء التغذية في غزة وخصوصا بين الأطفال باتت تثير مزيدا من القلق إلى جانب الأمراض الأخرى المنتشرة في القطاع. ووفقا للأمم المتحدة التي حذرت مرارا من مجاعة في غزة، فإن الانعدام الحاد للأمن الغذائي يهدد الأطفال دون سن 5. وقالت المنظمة الأممية أيضا إن أكثر من 300,000 شخص معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة، ويواجه أكثر من 500,000 شخص أو بمتوسط أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، وهو أعلى مستوى من الإنذار وفقا لتقرير آخر أصدره صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. ويقدر اليونيسف أنه في الأسابيع المقبلة سيعاني ما لا يقل عن 10,000 طفل دون سن 5 من أكثر أشكال سوء التغذية أو الهزال الشديد تهديدا للحياة، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية. الكثير من الأسر الفلسطينية النازحة تكافح من أجل توفير الغذاء الكافي لأطفالها، والبعض توقف عن إطعامهم مواد مثل الحليب ومشتقاته التي باتت باهظة الثمن، وإحلال بقايا الخبز المنقوع في الماء مكانها. مثل هذه الحلول لا تسمن ولا تغني من جوع، وتجعل العديد من الأطفال يعانون من فقر الدم ونقص الكالسيوم وفيتامين د بسبب غياب الأطعمة البروتينية. ليس هذا فحسب، بل تراجعت صحة الأمهات المرضعات التي بتن غير قادرات على إكمال فترة الرضاعة لأطفالهن نظرا لافتقار ما تصل إليه أيديهن من طعام إلى العناصر الأساسية. ويحذر الأطباء في غزة من أن انتشار الأوبئة بين سكان القطاع بشكل عام والأطفال بشكل خاص مثل التهاب الكبد الوبائي والنزلات المعوية يشكل كارثة، مع غلق أكثر من 3/3 مستشفيات غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ومنع الاحتلال وصول إمدادات الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليها. وضع تستمر معه المناشدات الدولية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بضرورة وقف إطلاق النار الإنساني في القطاع باعتباره الحل الوحيد لتجنب المجاعة في غزة وإزهاق مزيد من الأرواح البريئة التي لا تجد ما يقيم أودها أو يحفظ حياتها.
أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكبرى بواسطة صاروخين من طراز بركان وإحداث إصابات مباشرة بها. كما أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي رقم 769 التابع لجيش الاحتلال في ثكنة كريات شمونة. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في مستوطنة كريات شمونة جراء إطلاق رشقة صاروخية جديدة من لبنان. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وسائل الإعلام عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قبل عبورها إلى إسرائيل وتدميرها في منطقة مفتوحة على الحدود مع لبنان. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات الجنوب اللبناني، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي بلدة طير حرفة جنوب البلاد، وأشارت إلى أن القصف المدفعي تزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي بطول الشريط الحدودي خاصة في حصبية والبقاع الغربي وإقليم التفاح جنوب لبنان. أعلنت وسائل إعلام سورية رصد تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية في سماء هضبة الجولان السوري المحتل. كانت القوات الإسرائيلية قد ألقت مجموعة من المنشورات الورقية التحذيرية على هضبة الجولان ومنطقة القنيطرة تتضمن تحذيرات عدة لسكان المنطقتين. أعلنت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري أخلى أحد مواقعه بريف القنيطرة بطلب من اليونيفيل، وأكدت وسائل الإعلام أن قوات اليونيفيل رافقت فرق الجيش خلال عملية الإخلاء من منطقة تل الكروم بريف القنيطرة وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه. هذا وسيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إضراب جديد للأطباء الخريجين في بريطانيا مع استمرار معركة تحسين الأجور مع الحكومة. أهلا بكم من جديد، والآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. We're leading a multinational maritime task force to uphold the bedrock principle of freedom of navigation. We will defend ourselves against them, and it's very important that shipping keeps moving. العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب.
قالت الحكومة اليمنية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة البريطانية روبيمار التي تعرضت لهجوم حوثي تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بكارثة بيئية كبرى. ودعت الحكومة إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة، وأشارت إلى أنها تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، مؤكدة ضرورة منع تسرب تلك المواد الخطرة في مياه البحر. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف الحوثيين للسفينة الأحد الماضي، مما تسبب في تسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا. يأتي هذا بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه صعوبة في كيفية زيادة الضغط على الحوثيين باليمن. وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال، خاصة مع استمرار هجماتهم رغم الضربات الأمريكية. قلق أمريكي من استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر رغم إطلاق عملية حارس الازدهار وفشل الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها في ردع جماعة الحوثي أو التأثير سلبا على مخزونها من الأسلحة. وسائل إعلام أمريكية أكدت أن إدارة بايدن تكافح حاليا وتواجه صعوبة كبيرة في التصدي لأنشطة الحوثيين، خاصة مع انتشار تقارير بأن الجماعة تحتفظ بترسانة كبيرة من الصواريخ والأسلحة والمعدات المتطورة. وأشارت وسائل الإعلام إلى مطالبة بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية بتغيير الاستراتيجية والتركيز على اغتيال قادة الحوثيين، خاصة بعد تأكدهم أن الهجمات العسكرية غير فعالة وأن الاستمرار في إطلاق الصواريخ بملايين الدولارات على الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية أمر مكلف للغاية. وعلى الرغم من أن القيادة المركزية الأمريكية تعلن بشكل يومي عن استهداف مواقع وصواريخ في اليمن، إلا أن الاستراتيجيات الجديدة التي يتبعها الحوثيون واستخدام غواصات وزوارق مسيرة في استهداف السفن أثار قلق ومخاوف واشنطن، خاصة أنها تتزامن مع تزايد التحذيرات من كوارث بيئية جراء الهجوم على ناقلات النفط. ومع إصرار الحوثيين على استهداف السفن التابعة لإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا أو التي تحمل علمها، فيبدو أنه لم يعد أمام الإدارة الأمريكية والدول الغربية إلا السعي لتهدئة التوتر في المنطقة في محاولة لإعادة الأمن للملاحة البحرية. قررت الصين إرسال أسطول بحري إلى البحر الأحمر كجزء من جهود الصين المستمرة لتأمين خليج عدن والمياه قبالة سواحل الصومال وسط تصاعد التوترات الناجمة عن هجمات الحوثيين. وسائل إعلام صينية أوضحت أن الأسطول سوف يحل محل الأسطول 45 ويتكون من مدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة وسفينة الإمداد الشامل هونغ هو، كما يضم أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة إلى جانب مروحيتين على متن الأسطول. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بكين الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صانيات سين.
مرحبا بك دكتور شاهر، وما دلالة إرسال الصين لأسطولها 45 لمنطقة البحر الأحمر رغم عدم توجيه الحوثيين أي تهديد للسفن التجارية الصينية؟ نعم، مساء الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة ربما المستمع يعتقد أن إرسال هذا الأسطول هو عمل جديد تقوم به الحكومة الصينية. أعتقد هو أصبح نوع من العمل الروتيني، هو الأسطول 46. الصين موجودة في هذه المنطقة منذ العام 2008، دائما هناك تبادل، يأتي الأسطول 45 ذهب الأسطول 44 والآن يأتي الأسطول 46 ليستلم مهامه في هذه المنطقة. ربما الاهتمام العالمي بهذا الخبر نتيجة للتوترات التي تحصل في منطقة البحر الأحمر. علينا أيضا لا نهمل فكرة أن ما يجري في منطقة البحر الأحمر ليس إلا صراع دولي على البحار والممرات والمضائق الدولية في العالم. يعني لو ذهبنا إلى منطقة بحر الصين الجنوبي، ما الذي يجري؟ منطقة البحر الأسود، هل الأمور مستقرة هناك؟ منطقة بحر البلطيق، إذن هناك تنافس وصراع دولي على جميع المضائق. ربما منطقة البحر الأحمر كانت الأكثر شاشة أو ظهر فيها هذا التوتر. نعم. طيب دكتور الشاهر، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ازداد التوتر طبعا لا شك، مما دفع خبراء لتوصيف ذلك بعسكرة المنطقة. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على الاستقرار في المنطقة، خاصة مع وجود قوات كبيرة بهذا الحجم؟ نعم، أنا أعتقد أن وجهة النظر الأساسية أو وجهة نظر الصين أنه ما سبب هذا التوتر، ما سبب التوتر الذي يجري في منطقة البحر الأحمر؟ أعتقد أن سبب التوتر هو العدوان الإسرائيلي على غزة. لذلك دائما تدعو الصين، إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة علينا أن نوقف هذا العدوان. وسائل الإعلام عندما تتحدث عن عسكرة منطقة البحر الأحمر فقط عندما ربما تدخلت الصين. نحن نعرف أن الولايات المتحدة هناك ما أسمته تحالف الازدهار بينها وبين بريطانيا وبعض الدول الأخرى، وهناك أيضا مهمة أوروبية في للدول الأوروبية في هذه المنطقة. الآن أيضا الصين تتقدم في ذلك. وجهة نظري أن علينا أن نسأل سؤال بسيط، من المستفيد من إغلاق منطقة البحر الأحمر ومن المتضرر؟ هل الولايات المتحدة متضررة من هذه المنطقة؟ هل التجارة الأمريكية تمر من هذه المنطقة؟ أم أن التجارة الصينية والتجارة الأوروبية هي التي تمر من هذه المنطقة؟ ربما الإجابة على هذا السؤال تعطينا تصور لبداية تفكير في إيجاد حل أو في تصور لما يجري في هذه المنطقة. وبشكل رئيسي أعتقد أن الولايات المتحدة هي من يريد إثارة القلاقل في هذه المنطقة. الصين تتصرف بعقلانية وهدوء، بمعنى أنها تريد أن تظهر للعالم فكرة أن الولايات المتحدة أيضا لم تعد قادرة على حماية الممرات المائية، وهي التي تجسدت هذه الفكرة التي تجسدت منذ الحرب العالمية الثانية. إذن اليوم على الولايات المتحدة أن تخلي هذه المنطقة وتسمح لغيرها بحماية هذه المنطقة. دكتور الشاهر، هل يمكن أن تكون الحلول العسكرية حلا قابلا للتطبيق لإنهاء الأزمات المتكررة والمشتعلة في المنطقة على هذا النحو كما أوضحت؟ وجهة نظري أن من يتصور أن الأسطول الصيني أو الصين قد تخوض حرب خارج حدودها، أعتقد هذا غير ممكن، والصين لا تفكر به ولا تريده بشكل مطلق. الصين تريد حماية حدودها. ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا كان محط انتقاد من الصين، وقالت أن ليس هناك تفويض دولي. نحن نعرف أن القرار 2722 الصين امتنعت عن التصويت عليه لأنها لا تريد أن يفسر أنه إعطاء الضوء الأخضر للولايات المتحدة لكي تقوم بهذا العدوان. إذن تغير شكل النظام الدولي، اليوم لم يعد مقبولا أن تقوم الولايات المتحدة وحدها أو بعض حلفائها بتوجيه ضربات. منذ البداية كان الرأي الصيني أو رأي أكثر العالم أنها ليس حلا استخدام القوة العسكرية، لكن البيانات الأمريكية كانت تقول أنه تم تدمير قوة الحوثيين وما إلى ذلك. ما الخبر الذي تفضلتم به قبل قليل، أصبحوا يقولون لا يمكن التفكير بالقوة العسكرية وحدها لإيجاد حل، يجب أن نبحث عن مخارج أخرى. هم أصبحوا في مأزق الآن، هم يرفضون التعاطي مع الحوثيون ويقولون أنهم منظمة إرهابية، ثم يفكرون بتفكير آخر غير القوة العسكرية، إذن ما الطرق الدبلوماسية؟ فكيف للولايات المتحدة أن تتفاوض مع تنظيم تعتبره تنظيم إرهاب؟ نعم، شكرا جزيلا لك دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صان ياتسين، كنت معنا من بكين. والآن نتحول إلى الحرب الروسية الأوكرانية بعد عامين من اندلاعها. يا
Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بتحقيق النصر في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده. وأعرب زيلنسكي عن فخره بقواته مؤكدا أن الجميع يريد أن تنتهي الحرب ولكن لن يسمح بانتهاء أوكرانيا حسب قوله. وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب فلا بد من التأكيد على العدل بجانب السلام. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي توقيع اتفاق أمني ثنائي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور كييف في الذكرى الثانية للحرب الروسية. هذا وأعلن زيلنسكي أيضا توقيع اتفاقية أمنية ثنائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو في كييف، وأن كندا ستقدم أكثر من 3 مليارات دولار كندي مساعدات مالية ودفاعية ستقدم لكييف في عام 2024. بهذا تنضم كندا وإيطاليا إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك في إبرام اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف، يهدف لتعزيز أمن أوكرانيا حتى تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح عضوا في حلف الناتو. أكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أكد أن أوكرانيا سيكون لديها القدرة على قصف أهداف روسية خارج الأراضي الأوكرانية بمجرد استلامها الطائرات المقاتلة F-16 دون تحديد موعد لاستلامها من حلفاء كييف. وأشار ستولتنبرغ إلى أن قيام أوكرانيا بذلك سيكون وفقا للقانون الدولي وحق الدفاع عن النفس. وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أن نقص المساعدات العسكرية المقدمة للجيش الأوكراني تسبب في انسحابه من مدينة أفدييفكا الأسبوع الماضي. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن عقوبات الغرب الجديدة ليست فقط ضد السلطات والشركات الروسية وإنما ضد جميع سكان روسيا، وتوعد بالانتقام. هذا وأضاف ميدفيديف أن سبب العقوبات واضح، وهو أنه كلما كان الوضع أسوأ بالنسبة للمواطنين الروس كان ذلك أفضل بالنسبة للعالم الغربي. طالب ميدفيديف بخلق صعوبات للغرب في الاقتصاد وإثارة استياء شعوبهم من سياساتهم وتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تؤثر على مصالح العالم الغربي. لقي شخص واحد على الأقل حتفه بعد قصف استهدف المنطقة الوسطى من مدينة دونياسك التي تسيطر عليها روسيا. وأوضح عمدة المدينة أليكسي كوليمزن أن رجلا قتل وأصيبت امرأة نتيجة الهجوم الأوكراني. وتخضع مدينة دونياسك للسيطرة الروسية منذ عام 2014، لكن القوات الأوكرانية لا تزال تحتفظ بمواقعها على أطرافها، وتتعرض المدينة بانتظام لقصف مدفعي. دخل مئات الأطباء المبتدئون ببريطانيا في إضراب جديد عن العمل مدته 5 أيام للمطالبة بتحسين الأجور. هذا وأشارت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب الإضراب في حدوث تعطيل كبير في الخدمات المقدمة للمرضى، حيث يشكل الأطباء المتدربون حوالي نصف إجمالي عدد الأطباء في المستشفيات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب يعد العاشر الذي ينظمه الأطباء المبتدئون في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، إذ تطالب الرابطة الطبية البريطانية بزيادة الراتب بنسبة 35%، إلا أن الحكومة البريطانية تعتبرها غير منطقية.
قال بنك مورغان ستانلي إن مشروع رأس الحكمة الذي تم توقيعه بين مصر والإمارات سيعطي دفعة كبيرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأوضح البنك أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في 3 سنوات، وتعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع بنك مورغان ستانلي أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل. حذرت البنوك الدولية حكومة المملكة المتحدة من ضرورة وضع مبادئ قانونية قبل الشروع في مصادرة الأصول الروسية، وإلا فإنها تخاطر بصدمات محتملة للنظام المالي العالمي. ونقلت بلومبرغ عن بعض المصرفيين والمحاميين في المملكة المتحدة تحذيرهم من أن مصادرة الأصول قد تخاطر بالأضرار بسمعة لندن كمركز مالي دولي، ويمكن أن تثير الشكوك حول سيادة القانون في بريطانيا. كان وزير الخارجية البريطاني ونظيره الأمريكي من بين المسؤولين الذين دعوا إلى مصادرة الأصول الروسية وإرسال العائدات إلى كييف. سجلت شركة CMA CGM ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم خسائرها الفصلية الأولى في 4 سنوات وسط معاناة صناعة الشحن من الصراع في البحر الأحمر. وأعلنت الشركة الفرنسية عن خسارة قدرها 93 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مقارنة بأرباح تجاوزت 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. توقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جيدي ميناس سيمكوس أن يتمكن البنك من تخفيف قبضته على الاقتصاد بعض الشيء بحلول الصيف. وأكد سيمكوس ضرورة استمرار السياسة النقدية التشددية لحين ظهور تطورات إيجابية بشأن الأجور والتضخم بقدر يسمح بالتحول إلى منطقة أقل تقييد. واستبعد أن يستبق البنك المركزي الأوروبي الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. من المقرر أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل دائم الحظر المفروض على المبيعات الصيفية لمزيج البنزين الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول في 8 ولايات بدءا من عام 2025. ويأتي القرار عقب شكوى بعض الحكام من أن قرار الحظر يسبب ضررا اقتصاديا في ولاياتهم وليس له فائدة بيئية تذكر. وفي غضون ذلك انتقد البعض تنفيذ القرار في عام 2025 بدلا من الصيف القادم. وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكرة بأبرز عناوينها. أنباء عن إطار جديد لاتفاق الهدنة في غزة بعد مفاوضات باريس مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع. اليمن يدعو المجتمع الدولي لسرعة التعامل مع أزمة السفينة روبي مار لمنع تسرب مواد خطرة في البحر الأحمر. أوكرانيا توقع اتفاقيات أمنية ثنائية منفصلة مع إيطاليا وكندا في ذكرى اندلاع الحرب مع روسيا. ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.